سيدتي العزيزة، إذا أردت استعطاف رجل وكبح جماح غضبه فقد ابكي أمامه وسترين النتيجة. حقيقة علمية تم إثباتها تقول بالمختصر أن الرجال يكونوا أقل عدوانية بنسبة 43% بعد شم دموع النساء بحسب ما نشرته مجلة بلوز بيولوجي. العلماء وجدوا بعد تجارب على عدة رجال أن مناطق في أدمغتهم تتأثر برائحة الدموع فيصبحون أقل غضباً، ولكن المثير في الأمر أن أي دموع مهما كان مصدرها تؤدي نفس الفعل بتقليل الغضب والعدوانية. العلم يرجح ببساطة أن الدموع تخفض تأثير هرمون التستوستيرون الذي يؤجج الغضب والعدوانية، فيصبح الرجال أكثر ليونة في تعاملهم. لكن عالمة النفس مينا ليونز تقول إن الأمر قد لا ينطبق على الجميع، والدراسة بحاجة إلى تأكيدات أكثر قوة. وعلى العموم تبقى دموع النساء غالية على من يعرف قيمة أن تبكي امرأة لأجل أي شيء، فاحذر عزيز الرجل من أن تكون سبباً في بكاء السيدة.